شوفوا الفساد الإداري، مو فساد، لا مو فساد إداري أبدا 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 أبدا، تطور إداري في البلد عندنا خاصة في التعليم. في منطقة حولي، في مكاتب منطقة حولي التعليمية، أحد الإخوان دش أرشيف تجهيز، لقى شنو؟ لقى على الطاولة شوية خضرة، ملوخية، نعناع، خضرة، ناس تستفيد من الوقت، درس علمي يجهزونه في المكاتب حتى ينقلونه إلى المدارس. الله يبارك في ويخلي واللي ببال أعطوني التقرير. وايد براء، خلينا نروح تقرير 8.